هاد الناس هادو ما عندهم لا مثل ولا دين. هاد الناس ما تيحكمهم لا قانون ولا حتى شي حاجه. اللي تيحكمهم هو القوات. تيجيو تيهجموا وتيقرصوا على سفينه في اعماق البحار بعيده عليهم واحد 160 كيلومتر. علاش؟ باش يبينوا الناس انهم هما الاقوى ويبينوا الناس انهم هما اللي كاينين وما كاينش واحد اخر غيرهم. هاد السفينه كان الهدف ديالها ايها الاحباب باش تكسر الحصار على خوتنا في غزه. والحمد لله بوادر ديال كسر الحصار راها بدات من هنا، بدات معاكم. هاد القضيه لهذه سنتين باش هجم بيا الصهيوني على اخواننا في غزه. وبدات القضيه ديال قطاع غزه بدات تتنسى شويه بشويه حتى اصبحنا لا نكادو نسمع عندهم شيء. بداو يتنساو وهما مساكن باقيين تيعانيو، يعانيو من المجاعه ويعانيو من الشكا. باقي الناس باقيين ساكنين في العراء، باقي الناس اللي دايرين كراتهم ساكنين فيهم. Hey!
كلهم قبل ما تنطلق السفينة شهدوا الشهادة لله سبحانه وتعالى وباعوا الأرواح ديالهم لله سبحانه وتعالى من أجل نصرة هذه القضية. ولكن اختار الله سبحانه وتعالى منهم واحد العدد قليل حتى يسقي به تربة ديال فلسطين. أيها الأحباب، من هذا المنبر كذلك نعتذر لإخواننا في غزة لأننا لم نصل إليهم، ولكن نعدهم بإذن الله أننا سوف نعاود الكرة مرة ومرتين وثلاث حتى نصل إليهم. قادمون 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 قادمون. نحن نحن المسلمون على هذه الوقفة، وإن شاء الله ينطلقوا راشدين
انطلقوا راشدين، انطلقوا راشدين، وجزاكم الله خيرا.